إذا كنقول لكم مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غادي نرجعوا مرة أخرى للحديث حول مجموعة من المواضيع الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وغادي تكون البداية ديالنا اليوم من مشكل التاكسيات والتطبيقات الحديثة للنقل، والمشكل اللي هو حاليا موضوع نقاش عند المغاربة، خصوصا التفاعل ديال المغاربة مع الحلقة السابقة اللي تكلموا لنا بزاف على هذا المجال ديال التاكسيات وهالتطبيقات الحديثة، وطرحنا السؤال اللي كان واضح للمغاربة، واش كتفضلوا هالتطبيقات ديال الاندرايف، واش كيفاش كانت التجربه ديالكم معها؟ كانت تعليقات كثيره، غادي نحاول انني نقراها ونقول لكم كيفاش كانت التجربه ديال المغاربه مع هذه التطبيقات، خصوصا بعد القصه ديال السيده فاطمه الزهراء العسكري اللي مؤثره معروفه على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي خرجت وقالت لك بان مول الطاكسي او مول سائق الاندرايف يعني حاول الاعتداء عليها والسب والقذف، والمساله اللي حنايا تابعناها. في النقطه الثانيه غادي نتكلموا على موضوع خطير وخطير جدا، موضوع متعلق بواحد الشبح اللي كيهدد المغرب والمغاربة، متعلق بالجفاف وانقطاع المياه في مجموعة، للأسف الماء اللي تقطع في مجموعة من المناطق يعني بالمغرب، واللي المواطنين خرجوا كيتشكاو يعني في خرجات إعلامية، والمسألة مسألة وقت، الوضع يسوء، غادي في واحد الاتجاه اللي ماشي تلتما، والمسؤولين طبعا ما كاين حتى شي تحرك في هذا الباب. الموضوع الثالث غادي نتكلموا للأسف حول موضوع في غاية الخطورة أيضا، متعلق باللحسة الصحراوية والقويلبات والأمور كلها اللي كتضر بالصحة، واللي من المعروف ومن المعلوم كيفاش كتصايب مؤخرا. الصدمة غادي تكون أنها مرخصة من طرف وزارة الصحة. تابعوا معنا الإخوة الكرام باش تفهموا عليش نتكلموا إن شاء الله خلال هذه الحلقة. مرحبا أخي فؤاد، عليكم السلام، ومرحبا بكل الإخوة اللي كيلتحقوا بينا الآن. ما تنسوش خليوا لنا التعليقات ديالكم، وحنا كنتكلموا على الأمور اللي غادي نتفاعلوا معها إن شاء الله خلال هذه الحلقة. بعد الحلقة السابقة الإخوة الكرام اللي تفاعلنا مع المؤثرة فاطمة الزهراء العسكري اللي قالت لك بأن السيد سبها وقذفها وكان في حالة هيجان وكاع ذاك الفيلم اللي تبعناه، ولكن السيدة ما تصابت حتى شي أضرار اللي هي جسدية، كان فقط كلام. فاحنا كنا كنطرحوا السؤال، علاش السيد في حالة هيجان على حسب التعبير ديالها وما دار والو؟ علاش كاملة هاد الهيلة؟ لا يعني احنا سمعنا من طرف، يعني سمعنا من طرف واحد، القصة صراحة بقات كتطرح فيها مجموعة من علامات الاستفهام. طرحنا السؤال على المغاربة، المغاربة قال لك في انهم يفضلون، قول لكم واحد 99.99% هاد البورسنتاج اللي كنعطيكم من خلال التعليقات لا شك فيه، لانني قريت تعليقات تقريبا كاملة ديال المغاربة، كل شيء كيقول لك بان الناس ديال التطبيقات شباب الله يعمرها دار محترمين. كاين اللي كيقول كيجي عندي تال، انا الان غادي ندخل التعليقات وغادي نحاول انني نقرا يعني من ما جات، غادي نحاول انني واخا ندخل اول فيديو ندخلوا للتعليقات مباشره، نبدا نقرا لكم من الفوق. هنا التعليق كيقول اودي الطاكسيات مفرعنين وما كيبغيوش يركب عائله، يعني انا وجوج بناتي والله ما كيوقفوا ليا الا من اتقى الله. التعليق الثاني كيقول انا ما كنتش كنزعم عليه، وهاد الايام ركبت مع واحد السيد هنا على الاندرايف، ركبت مع واحد السيد الله يعمرها دار، تجربه ناجحه الحمد لله، دائما كناخذ اندرايف، شباب ظريفين ومؤدبين بالعكس، كيتنافسوا في حسن السلوك والراحه والنقاء، نعمه التطبيقات الحديثه. التعليق الثالث كيقول اخبث ما كاين هما اصحاب الطاكسيات، قليل بزاف فاش تلقى فيهم ولد الناس في غرام الانسانيه عكس اصحاب تطبيقات الاداب والمعامله ونقاوة. تعليق آخر يقول هذا النوع من المواصلات استعملته في عدة مرات ولم أجد أبدا ما يدعو للقلق، بالعكس يمتهنه أناس ذو أخلاق وبثمن مناسب. تعليق آخر الأخ حسن كيقول الإندرايف خلق فرص الشغل للشباب، لماذا محاربتهم من طرف أصحاب الطاكسيات؟ مورك يقول أنا ضد نشر مثل هذه القضايا على السوشيال ميديا عوض اللجوء إلى القضاء، لأنها تضرب في مصداقية هاد الشباب اللي كيشتغلوا في هاد المهنة الشريفة. حسنا جنات كتقول خويا والله اندرايف صدق لي اقتصادي من الطاكسي العادي، كتقول هنا كيوصلك ربما تلطار أو تخرجين انتي وليداتك بحال طوموبيلتك، واقتصادية بزاف غير يكثروا منهم، الله يرحم الوالدين. انا راه كنقرا التعليقات واحد بواحد، راه ما كنقش غير باش تكونوا عارفين علاش كنتكلم. اخت ماريا كتقول انا كندعم الاندرايف احسن من الطاكسي. اخت رشيده كتقول تطبيق جميل والسائقين شباب نقيين محترمين يتعاملون بلطف واحترام ومتفاهمين ويحترمون الوقت. دابا الاخوه الكرام هذه تعليقات ديال المغاربه، انا عطيتكم نسبه ديال 99%، ومن الطاكسيات خسروا بواحد النسبه اللي هي كبيره اللي هي واضحه. هنا السؤال كيبدا يتطرح، اشنو اللي خلى
هما الطاكسيات السمعة ديالهم وصلت لما وصلت إليه اليوم؟ الجواب ربما على هذا السؤال غادي نجيبوه من أرض الواقع، غادي نشوفوا المواطنين شنو هي الأمور اللي كيتشكى منها. كما قالوا يعني من خلال الشهادة ديالهم كيبقاو واقفين في الشمس، شاف طاكسي ثلاثة ديال الناس واقفين ما غاديش يوقف ليهم، بعد المرة الطاكسي دايز خاوي ما يوقف لكش، بعد المرة طاكسي يسبب عرقلة في السير، شو مثلا قدام المحطة ديال أكدال، هذيك الأمور اللي تتابعيني تما الطاكسيات كيديروا واحد الاكتضاض، وانت خارج من لاكاري ركبك في طاكسي يقول لك تسنى حتى يعمر جوج بلايص اخرين عادي يزيد طاكسي، انت خصك تبقى واقف في الشمس تما، ترف فيك الشمس، طاكسي سخون تكرفص، واذا ما تكلمتي معاه التعامل ديالو غادي يكون واضح شنو هو. وهذا الشيء بالضبط هو اللي خلى صحاب الطاكسيات ولات السمعه ديالهم في الحضيض، وخلات الناس رغم انه تكون التكلفه بعض المرات زايده ولكن يتوجهون للتطبيقات الحديثه، لان الراحه والكرامه ديال المستعملين الطاكسيات، الناس اللي كيلجؤوا لهاد التطبيقات او للزبناء الراحه والكرامه ديالهم حسن لهم من الفلوس. وهنا باش كتجي المطالب متكرره للدوله المغربيه بشكل عام باش انها تلقى حلول للمطالب ديال المغاربه، اللي اليوم من الواضح رغم الاشاعات ورغم هاد الامور اللي كتخرج واللي كتحاول تسيء السمعه ديالهم، وانا هنا ماشي كندافع على التطبيق بحد ذاته ولكن كندافع على التطور ديال البلاد، ان البلاد ضروري خاصها تمشي في واحد المنحة ديال التطور والتقدم والرقمنه. ما يمكنليش انا غادي ندافع على الاساليب الكلاسيكيه واللي المواطن حاليا كيتشكى منها واللي كيعتبرها بانها ربما كتقيس الكرامه ديالو، او اللي كيشوف بان هاد الناس ما كيتعاملوش معاه مزيان، غادي نبقى متشبت بمالين الطاكسيات للاسف اللي كاينين فيهم الشرفاء دائما كنقولها، ولكن للاسف بزاف ديال الحوت خنز الشوارع هاد المره، ماشي حوته وحده خنز الشوارع، لكن بزاف ديال الحوت للاسف خنز الشواري، وهنا الدوله خاصها تلقى حلول اللي هي عاجله، ماشي كيف ما سمعنا مؤخرا واحد السيده اللي هي سائقه اللي خدامه في موقع ديال اندرايف غادي يطلبها عبر تطبيق مول تاكسي، ومني غادي تجي عنده يسحب لها زبون عادي غادي يدخل يده لداخل غادي يحيد لها الكونتاكت وغادي يمشي يديه للبوليسي. انا كنوليو كنتكلموا على شرع اليد، حتى داك البوليسي اللي شد الكونتاكت مع داد مول الطاكسي اللي دار شرع اليد ديالو، انا ما عرفتش كيفاش تعامل تما، يعني واش دوز الامر بتلقائيه، واش كثير من الاسئله تطرح. وحنا هذا الشيء هذا ماشي تعاويد، ماشي فقط كنسمعوه كتعاويد، ولكن حاليا ولا فيديوهات منتشره صحاب طاكسيات كيديروا عصابات اجراميه وكيطاردوا، وفيما بعد ما كتكون للاسف حتى شي متابعه قضائيه في حقهم، وهذه هي المصيبه. هنا في كتجلى الاخوه الكرام مصيبه ملي كنلقاو بانه شرع اليد كيطبق وما كاين حتى شي حاجه، هادشي اللي كيزيد يشجع هاد الفئه ديال المالين الطاكسيات انهم يطبقوا شرع اليد، ربما حنا ما نبغيوش نوصلوا لها تقدر توقع شي كارثه في الايام المقبله اذا ما بقى الحال على ما هو عليه. الان الاخوه الكرام غادي يمشيوا للتفاعل ديال المطالب ديال المغاربه، منين طالبوا بهذا اولا منين المغاربه ولاو كيتشكاو اكثر من ذلك من صحاب طاكسيات. هنا غادي ينزل واحد المقال يخص هذا الموضوع اللي كيقول فيه العنوان امتناع بعض اصحاب السيارات الاجره الصغيره عن اداء خدمتهم يسائل وزير الداخليه، خلافا لما هو معمول به بمختلف مناطق المملكه. يلاحظ ان اصحاب سيارات الاجره الصغيره بمحطه القطار الرباط اكدال يختارون المكان الذي يريدون التنقل اليه ويرفضون أداء هذه الخدمة بالنسبة للأشخاص الراغبين في الذهاب إلى أماكن أخرى. في هذا الصدد توجه النائب الأربعين، لأنه يقول لك أنا غادي البلاصة الفلانية لأنه ديجا عمر واحد جوج البلايص ولا كذا، فبالتالي كيبقى موقف السيارة تما وكيدير مشاكل وكيخدم معاه الأمن، والأكثر من ذلك كيسخسخ معاه المواطن، هادشي كامل كيديرو مول الطاكسي. في هذا الصدد توجه نائب البرلماني محمد الحمامي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادل بمجلس النواب بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت حول امتناع بعض أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة عن أداء خدماتهم. وأبرز البرلماني الحمامي أن أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة يتصرفون مع المرتفقين بسلوكات منافية للقيم الأخلاقية ويتعاملون بشكل غير لائق دون حسيب ولا رقيب، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع الوقت والدخول في متاهات قد لا تحسب عقباها. وسأل عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادل بمجلس النواب الوزير الفتيت عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية لمعالجة هذه الوضعية. قصة من الطاكسيات والمعاناة ديال المواطن ماشي قصة اللي هي جديدة، هذه معاناة قديمة، وعليها هاد المعاناة غادي تفجر أكثر من المغاربة غادي يلقى واحد المتنفس اللي هو التطبيق ديال اندرايف.
يعني تجي عندي حاليا ودير واحد ستوري وتقول للمغاربة راه تحاول الاعتداء علي واحد الشخص وهددني بكذا وكذا، ما تبقاوش تشدوا هذا التطبيق، المغاربة غادي يكونوا ضدك. وهذا ما وقع على هذه السيدة المؤثرة اللي كانت منها تكون في أحسن الأحوال، طبعا ماشي ضدها ولكن ضد الرأي ديالها. كاين ماشي حاجة الإنسان كيلتجأ للقضاء، ما كيلتجأش للستوريات والتخربيق يعني في السوشيال ميديا. حنا ضد هاد المسائل. أنا الإخوة الكرام ننتقلوا لواحد الموضوع تواشد خطورة شيدا بسلف مختلف القطاعات. هنا الأمر متعلق بمنتجات طبية مضرة غير مرخص لها. أول شيء حنا كنا كنقولوا بأنها غير مرخص لها، ولكن شي ديال الحصى الصحراوية وشي ديال القويلبات اللي هو معروف حاليا في السوشيال ميديا عبر مجموعة من المنصات اللي بداوا هاد المنتجات اللي كتعرف واحد الطلب اللي هو كبير للأسف بسبب رغبات ديال القاصرات اللي كاينين على السوشيال ميديا اللي هما الفئة الأكثر طلبا لهاد المنتوجات للأسف، لأن كيتم الإيهام ديالهم. الناس كتوهم بأن حينما ستقوم ربما باستهلاك هاد المنتجات غادي تزاد لها في المناطق الأنثوية، الشيء اللي خلاها التجار ديال هاد المواد كيتلاعبوا بعقول ديال الناس للأسف كاين الجهل وكاين مجموعة من الأمور. مؤخرا احنا كنا تكلمنا عن هذا الموضوع ديال الحصى وحضرنا منه كم من مرة وطالبنا الأكثر من ذلك بتدخل وزارة الصحة، لأن هذه منتجات بالنسبة لنا كتصنع في ظروف الصناعة ديالها كتتم في واحد الظروف اللي هي غير معلومة، ما كتوفرش فيها الشروط اللازمة، وبالتالي وحنا كنا كنعرفوا كاملين بأن هذه الحصى أو القويلبات يتم إضافة مجموعة من المنتجات الصيدلانية اللي كتخذ من الصيدلية اللي كتكون مضرة بالصحة، لأن ديك المنتجات كيشدوها وكيذكوها وكيزيدوها مع أعشاب طبية، وهذيك التخليطة في آخر المطاف كتكون مضرة بالصحة بواحد الشكل ما يجيش لكم على البال، وغادي تسبب في السرطانات وغادي تسبب في مجموعة من الأمور. على أي هما كيبيعوا الناس على أساس أنها منتجات يعني طبيعية، ولكن الظروف فاش كتصنع كيتم إضافة فيها منتجات اللي هي كيميائية كما قلت لكم اللي جايبينها من الصيدلية. هذا الوضع بالضبط خص تدخل فيه وزارة الصحة وتلقى حل. الآن حنا بعد ما طلبنا طبعا لسنوات أنه يكون شي حل، ما كان حتى شي حل. هذا الفراغ اللي كاين تجار ديال هذه المواد اللي دخلوا على الخط واللي شدوا السوق كيف ما كنقولوا، واللي الغالبية ديالهم نساء، أشنو غادي يوقع؟ خداو الراحة ديالهم، حتى شي واحد ما كيتكلم معاهم. الآن كون واحد الثروة راكم غادي تكونوا شفتوا ولا غادي تكونوا تابعتوا من خلال انستغرام او التيك توك، كيديروا سيارات اللي هي فاخره 60 مليون 70 مليون 100 مليون، سيارات اللي هي فاخره جدا باش بالمداخل ديال بيع منتوجات طبيه مضره بالصحه ديال المواطنين باتفاق الجميع، باتفاق الجميع، حتى شي واحد ما كيتكلم معاهم. كونوا ثروه، وهذيك الثروه كتساوي شنو؟ كتساوي بالمقابل كتساوي مجموعه ديال الناس اللي استهلكوا ديك المنتجات. تخيلوا معايا منين غادي تشوفوا الفيلات وغادي تشوفوا سيارات فاخره، تخيلوا معايا الرقم ديال الزبناء اللي استهلك داك المنتج واللي غادي يكونوا معرضين لمخاطر صحيه من خلال داك المنتج. هنا فقط غير تخيلوا معايا غادي يجي لكم الرقم على بالكم. هو الرعب الاول. المساله الثانيه، حنا كم من مره طالبنا بالتدخل، لان هادشي هذا كما قلنا مؤخرا نادوك يتعاطوا لان شافوا بان السوق بقات مفتوحه، حتى شي واحد ما كيتكلم معاهم، ما كاين حتى شي مشكل، نادوك يفرشوا في بعضياتهم في ظل انهم صافي شافوا بانهم يخرقوا القانون باستمرار، حتى شي واحد ما كيتكلم، ناضوا كيفرشوا في بعضياتهم. ولكن وحده غادي تطلب من وحده قالت لها واش عندك الرخصه، غادي تبدا تنشر مجموعه من الوثائق وغادي تقول لها على اساس بان المنتجات الطبيعيه اللي كنبيع راه عندها ترخيص من وزاره الصحه. فهنا الاخوه الكرام انا غادي نطرح واحد السؤال، لان ما غاديش نبقى كنتكلم وانا ما عنديش المعلومه، انا صراحه ما عرفتش، ولكن اذا ما كان الموضوع حقيقه بالفعل ان وزاره الصحه كترخص لهذا التخربيق، ماشي تخربيق هذا سم، اذا ما كانت كترخص لهذا السموم هذه فضيحه من العيار الثقيل. هنا الاخوه الكرام نطرح عليكم واحد السؤال، واش بالفعل، لان انا شفت دوك الوثائق ولكن ما متاكدش، واش بالفعل هاد الحصى الصحراويه وهادوك القويلبات اللي حنا بالنسبه لنا كتعتبر خطر رقم واحد في المغرب اللي كيروج حاليا في السوق، واش بصح وزاره الصحه رخصت لذاك الشيء؟ لان السيده هذيك المنقبه راكم غادي تكونوا عرفتوها خرجات كتقول بان وزاره الصحه مرخصه لها المنتجات اللي من المعروف شنو هي المواد اللي كيتم اضافتها في هذه المنتجات، وهذه هي المصيبه الخطيره. واش بصح وزاره الصحه كترخص لهذا التخربيق؟ وزاره الصحه حنا طلبناها كم من مره
غير توفر الدواء اللي هو ضروري باش ان الناس ما تموتش. والناس ماتت وتاخرت وزاره الصحه فاش انها توفر اللقاحات لعباد الله خلاتهم تماتت. كيفاش غادي تسرع وتقوم بترخيص يعني مجموعه من المنتجات اللي تشكل خطرا صحيا كبيرا على المواطن المغربي؟ شي حاجه اللي كتضر بالصحه، اذا كانت شي بالصح شي حاجه اللي كتضر بالصحه ولات مرخصه، شي حاجه اللي غادي تنقذ الصحه ديال المواطن. كيقول لك وزير الصحه انا اخر من يعلم، ما كانش في راسي بان هاد الناس خصهم اللقاح. راه معروف ان الموضوع علاش كنتكلم. والناس اللي عندهم معلومات بارك الله فيكم جابوني في التعليقات، راه غادي نقراها في الحلقه الماجيه، غادي نقراها في الحلقه المقبله ان شاء الله، وغادي نشوفوا هذه القضيه ديال اللحسه الصحراويه وهادشي ديال القويلبات اللي من المعروف كما قلت لكم هادشي ما كيسهلكوش الناس اللي بعقلهم باش يكونوا متفقين. للاسف قاصرات كيكون الجسم ديالهم مازال ما كتملش في النمو وكتبغي توصل لواحد نقولوا واحد الشكل اللي هو مرغوب، وكتبغي توصل واحد السرعه ما كتسناش هي حتى تكبر في العمر ولا كذا، فكتوجه مباشره لشراء هذه المنتجات اللي كتخرج وحده دايره عمليه تجميل للاسف، دايره عمليه جراحيه باش وصلت لواحد باش وصلت يعني لواحد النتيجه مرغوب فيها، وكتوهم الناس انها كلات هذه الاعشاب وكذا. فهنا القاصرات كيتوجهوا لشراء هذه المنتجات بالملايين للاسف. وزاره الصحه هذه خدمتها ما دايرهاش. الان كنطرحوا السؤال واش بالصح هادشي اولا كذوب؟ الا كان بالصح كيفاش هاد الناس ترخص لهم لهادشي هذا؟ هذه كل اسئله كتطرح. انا تعجبت منين يعني شفت ديك السطوريات منتشره وشفتهم هما كيتعاطاو يعني في ظل الصمت ديال وزاره الصحه. هادشي جميل، هاد المستوى صراحه جميل اللي وصلنا له، اللي ولينا كنشوفوا بان الناس كونوا ثروه هائله فقط من بيع السموم للمغاربه. الان الاخوه الكرام ربما غادي ننتقلوا لموضوع اخر متعلق شبح الجفاف، خطر انقطاع المياه للأسف على البيوت المغربية. هادشي نبهنا ليه كم من مرة، كل مرة كنتكلموا فيه لأن هذا ما غاديش يعرفوا الناس الخطر ديال هادشي اللي كنتكلم عليه. كيما وقع الناس في الدار البيضاء عادي يعرفوا الخطورة ديالو. حتى تقدر تفيق الصباح تبغي تحل الروبيني تلقى ما فيهش الماء بدون سابق إنذار، يعني بدون سابق إنذار. الناس ديال ضواحي مدينة الدار البيضاء كيتقطع عليهم الماء وما كيعلموهمش الاكثر من ذلك. هادشي راه وقع بزاف ديال المناطق لان السدود وصلت لواحد المستوى كارثي والماء ما بقاش، فولا انقطاع المياه. الشركه كتقطع المياه وما كتعلمش المواطنين. وتخيل معايا ما عندكش شي قطره ديال الماء، كيفاش غادي يكون الوضع ديالك؟ وهادشي كنعيشوه وهو فقط في البدايات ديالو، شي نقولوا وصلنا لشي مرحله خطيره باقي في البدايات ديالو. والناس حاليا خارجه كتشكك، يقول لك بان في المنطقه ديالنا بدا كيتقطع الماء، وهذا الشيء غادي يبقى غادي كيكبر للاسف. وحنا ما كنتمناوش طبعا اننا نوصلوا لهذا الشيء هذا، حتى غادي يوصل لمجموعه من المدن المغربيه في ظل الصمت الرهيب ديال المسؤولين المغاربه اللي مازالوا ما داروا حتى شي تفاعل مع هذا الشيء هذا، رغم انه كل شيء محرك في هذا الموضوع، سواء الاعلام سواء المغاربه اللي كيخرجوا يديروا خرجات اعلاميه، كل شيء كيتشكى. ولكن الجهات المختصه في هذا الموضوع مازال ما كاين حتى شي حاجه. نشوفوا الاخوه الكرام واحد الخرجه اعلاميه ديال المواطنين باش تعرفوا 24 ومازال الساكنه كتعاني، يعني الساكنه ديال هاد حد سوال مكامله ما عندهاش الماء ولو قطره ماء ما كايناش. الناس مازالين كيسقيو والناس مازالين كيمشيو يديو هكا القراعي وسطوله حتى العوينه باش انهم يسقيو الماء. دونك واحد الوضع صراحه اللي جد كارثي، وضع خطير جدا لدرجه ان الحراره وارتفاع كبير ديال الحراره كاين هنايا في منطقه ديال حد السوالم وما كاينش الماء. السلام عليكم اختي، قولي لي انت من الساكنه هنايا اشمن الحي بالضبط وشنو المشكل اللي عندك؟ اختي انا من الساكنه ديال حد السوالم بالضبط حي الزهره. شنقول لك اختي، اربع ايام والماء ما كاينش عندي في الدار. اربع ايام ما كايناش القطره ديال الماء ما كايناش عندي في الدار. ما نكذبش عليك، كاين كتحلي ما فيهش الماء، الروبينيات كاملين ديال الدار محلولين، اربع ايام هما محلولين دابا كنتسنى غير قطره ديال الماء ما كايناش. شنقول لك ماشي اول مره كيديروها لينا، دايوغ شي شهر دابا باش كنقطعوا لينا بنفس الطريقه. كل مره كيبقى يتقطع بنفس الطريقه، كيبقاو ما كيعلمونا ما حتى شي حاجه، حتى كيجيو كيقطعوا لينا. يا سي كنخلصوا لوينه يعني الخلاص ديالكم كل شهر؟ كل شهر كنديو، راه السوالم كامله ماشي غير عندي انا، السوالم كامله مقطوع عليهم الماء. كيفاش دايره اختي في الدار اليوم؟ اختي شنقول لك، خانزين
الخنازة اختي خانزين دار خانزة ما حال اختي ليلى الله محمد رسول الله ما عرفتش علاش كيديروا. ومني كنجي نشوف كنلقى غير حد السوالم اللي فيه هذا المشكل ما في حتى شي بلاصه اخرى انا قريبه زعما نقولوا بير جديد ولا نقولوا برشيد اللي تابعه لحد السوالم ولا ما كاينش. الحراره بزاف الناس كيكونسوميو الماء بزاف كيشربوا الماء بزاف فوالا جوستومون راه الصاد الحراره بنادم كيبغي يدوش بنادم كيبغي يعوم بزاف د الحوايج يعني ما تبغي تصبغي غير الحوايج تبغي. شفنا معاك فاش ديتينا للعوينه لقيناها عامره. عارف شفتي العوينه كلشي كيجي سقي فيها الصوره من تما العوينه عامره كلشي كيديو كيديو هكا القراعي باش انهم يعمروا الماء هادشي اللي كاين. شتي دابا سنة 2020 ما عرفناش مع من دوي وما عرفناش فين نشكيو وفين نسمعوا الصوت ديالنا ما عرفناش اختي نكذب عليك. مشينا عند الشركة المسؤولة شنو مشينا عند الوينو تما قال لك حنا مقطوع علينا الماء بحالنا بحالكم. يعني الشركة المسؤولة وما قال لك تاهما غير واخدين الماء من شي سوسيتي دونك هذيك لا سوسيتي هي اللي دايره هذا المشكل. الماء كيفاش داير بعد الشكل ديالو عندك؟ الماء ملي كيطلقوه لينا بعدا ملي كيطلقوه لينا راه ما ماشي ديال الشرب غير صالح للشرب اساسا حنا كنشريو غير الماء من الحوانت باش كنشربوا. يعني فاش كتبغيو تشربوا ضروري تشريو الماء. ضروري شريو الماء ما يمكنش ميزانيه. كاين اللي ما عندوش الله يحسن العون فوالا. كتشري ميزانية ديال الماء؟ فوالا واحد اللي والد جوج ثلاثة أربعة في الدار شحال قدو ديال الماء. شنو النداء ديالكم اليوم نتوما يا شنو النداء يديروا معنا حل يديروا حل هاد المدينة راه فيها حتى هي السكان ديالها فيها الشعب ديالها اللي كي اللي غا ساكت ما كيقدرش يدوي ما عرفتش اختي كلهم تقريبا ما باغينش يهضروا ما فهمتش. المشكل ان الناس كتعاني وما قادراش تدوي راه هذا هو المشكل راه هذا الشيء علاش داروا هذا الشيء حيت كيبقى الماء وبزاف ديال الامور من الاساسيات. نداءك الاخير لهاد الناس المسؤولين على المنطقه الشركه المسؤوله لوينه اي واحد بركه من هاد الشيء وشوفوا من جيت هاد المدينه ديال حد السوالم حيت بزاف والله الا بزاف. حنا كنعانيو من مشاكل اخرى ولكن فاش وصلنا للماء بنادم ما خاصوش الماء راه كما قلتوا لي اساس الحياه وي فوالا دونك خاص ضروري الماء ضروري. الكارتي ديالك شنو سميتو؟ حي الزهره يعني كنتمنى اذا كما تابعتوا معنا الاخوه الكرام انا نعاود نقول بان هادشي هذا خص يستوعبوه الناس يعرفوا انه ماشي بعيد باش الناس تاخذ الاحتياطات ديالها اللازمه يعرفوا بان هذا ماشي بعيد انه يتعمم في المغرب خصوصا اذا ما الناس استعملت الماء بواحد الشكل اللي هو غير معقل. نقرا واحد المقال اللي كيقول ساكنه الدار البيضاء تشتكي من انقطاع الماء في عدد من الاحياء. عبر عدد من المواطنين والمواطنات عن غضبهم الشديد بسبب الانقطاع المفاجئ للماء الصالح للشرب عن بعض أحياء مدينة الدار البيضاء مستنكرين عدم إشعارهم مسبقا قصد أخذ الاحتياطات اللازمة. وقامت شركة ليديك بقطع تزويد الماء الشروب عن بعض الأحياء في وسط مدينة الدار البيضاء بدون سابق إعلان وذلك في ساعة متأخرة من الليل. وتكرر الانقطاع يومين متتاليين حيث هذا التصرف أثار استياء السكان الذين تفاجأوا بانقطاع الخدمة الأساسية دون أي إشعار مسبق. وتداول النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر مجموعات فيسبوكية عدة تعليقات بعدد من أحياء الدار البيضاء تفيد بانقطاع المياه دون سابق إنذار أو إخبار الساكنة بالوضع الحالي المتعلق بهذه المادة الحيوية. وهنا الإخوة الكرام هي في كتجلى الخطورة بأن ممكن في أي لحظة من اللحظات أنه الماء انقطع في ظل تساقطات اللي ما كانش يعني على المستوى المطلوب هذا العام في ظل المسؤولين طبعا اللي ما لقاوش حلول اللي هي فعالة لهذا المشكل اللي هو كاين حاليا ممكن أننا نتوقعوا أي حاجة في الأيام المقبلة. وطبعا قولوا لي الإخوة الكرام شنو بان لكم يعني في كل المواضيع اللي ناقشناها يعني في التعليقات وكنضرب لكم موعد باش نتفاعل مع الحلقات ديالكم في الحلقة المقبلة. وإلى اللقاء.